أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. محمد رسول الله.
أكبر الله الله أكبر الله أكبر. مرحبا بذكر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مرحبا بذكر الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله. حي على الفلاح. ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله. الصلاة خير من النوم. صدقت وبررت وأثنيت وبلغت يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة وأثنيت وبلغت يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك عمرك ويقويك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الله يبارك عمرك يحفظك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا والدرجة الرفيعة التي وعدته، واجزه عنا خير الجزاء إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بمجرته المقادير. اللهم اجعل لنا لسانا ذاكرة، ونورا ساطعة، وقلبا خاشعا، وعلما نافعا، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، والشفاء من كل داء، والنصر على الأعداء. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين في كل مكان، فإنهم لا يعجزون. اللهم انصر أقصانا وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر يا مولانا منهم أحدا. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنه أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك مما سألك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الطف بنا يا رحمن يا رحيم. اللهم الطف بالمسلمين في تركيا وسوريا وكل مكان من هذه الزلازل وهذه الكروبات، ارحمهم فإنك بهم راحم. يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا قوي يا عزيز، يا جبار يا متعال، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واعف عنا يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي الله عم أبو نضال. ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولا كره الكافرين. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واعف عنا يا كريم.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا يا رب. كيف حالك ابن صخر؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك ويحفظك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واعف عنا يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أخواني أخواتي أحبتي في الله، إن شاء الله نعود لكم بتسجيل آخر منفصل لصلاة فجر هذا اليوم الثلاثاء من هذا المكان الطاهر المبارك المسجد الأقصى المبارك. بارك الله لكم وفيكم وعليكم وأكرمكم وثبتكم وهداكم ووفقكم لما يحب ويرضى، أعانكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأدخل السكينة والسرور والسعادة على قلوبكم وقلوب أحبتكم في الدنيا والآخرة. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.